والاحتفاء بأبطال آسيا بعد تشرفهم بالسلام على سمو ولي العهد وإهداء كأس آسيا لسموه، استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بقصر سموه بالرياض الأمير ممدوح بن سعود المشرف العام على فريق النصر، والأمير فيصل بن عبد الرحمن بن سعود رئيس نادي النصر، والأمير طلال بن بدر نائب الرئيس، وأعضاء فريق النصر الفائز بكأس آسيا الثامنة للأندية أبطال كوس. مرحبا كيف الحال؟ شلونك؟ طيب؟ انا اعتز فيه ان شاء الله كله. انت وينك؟ روحك موجودة. بالله سبحانه وتعالى بوطنهم ومليكهم جعل وصولها المستوى العالي. ما في شك انه دعم خادم الحرمين صاحب العلم والمعرفة والشباب والرياضة هي جزء من العلم والمعرفة، ودعم سمو ولي العهد لهذه الأندية تجعلنا دائما نتفاءل أكثر، وأخذ الكؤوس الحقيقة يشرفنا جميعا ويشرف الشعب السعودي أن نصل إلى هذا المستوى اللي أقبل. وعلى كل حال بالمناسبة هذه أحب أشكر أبناء فيصل وسلطان على ما يقومون بمجهود كبير ورأس الأندية جميعا، وشكرا لكم.